الرب معانا. آمين. مهلا مساء الخير. سلام الرب يسوع المسيح ليكم اخواني اخواتي كل من تتابعونا من خلال ناي هير تي في شو. سلام الرب يسوع معكم.
اليوم كمان جينا بنعمة الرب ببركة الرب، جينا اليوم كمان بحلقة جديدة معكم مع ضيوف الكرام القس عماد والأخت لقا. آخر مرة تحدثنا مع أخ عماد والأخت لقا عن كيف تعرفوا على يسوع المسيح، كيف تعرفوا على الرب الخلاص، واليوم حنكمل لقاءنا مع القس عماد والأخت لقا عن الخدمة، عن الكنيسة، وبدعوكم تتابعونا معنا الحلقة لنهاية الحلقة طبعاً. أنا أكيدة أن الرب كمان اليوم حيعلمنا من خلال أخونا وأختنا، من خلال شهاداتهم، من خلال خدمتهم، من خلال نداء الرب لحياتهم، ممكن نتعلم منه، ممكن ناخذ منه حاجات كثيرة يقدر يساعدنا لنا كمان في حياتنا. فأدعوكم تتابعونا، وبشكركم كمان لوقتكم. أخ عماد، قس عماد، أخت لقاء، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية في الناهر تي في شو. نشكركم على حضوركم، نشكركم على وقتكم، نشكركم على الوقت اللي عطيتونا وعطيت المشاهدين. شكرا. أظن تسمعيني أختي؟ إيه أسمعك. نعم. أهلا وسهلا بيكي، وأهلا وسهلا بالمشاهدين، وأهلا وسهلا في قناتكم المباركة. وهذا اللقاء الثاني، إحنا لنا الشرف طبعا أن نلتقي. نعم. وراح نلتقي أكثر فأكثر همين لمعرفة الناس على حب يسوع لحياتنا. آمين. حب يسوع لخدمتنا، حب يسوع لكنيسته. ماكو فرق بين الكنائس كلها، إنه كنيسة هي كلها كنيسة واحدة، جامعة مقدسة رسولية. يسوع هنا، يسوع هو واحد للكل، لا فرق بين أي طائفة ولا فرق في أي شيء. هذا مبدأنا وهذا إيماننا، إنه نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل. هذا هو مبدأ حياتنا ومبدأ إيماننا في الرب يسوع، ومبدأ مسيرتنا إحنا كخدام أن نخدم في كنائس. لكن الأسماء ما تختلف ولا الأسماء هذه، لكن هدفنا هو ملكوت واحد، هدفنا إله واحد، هدفنا معمودية واحدة، هدفنا إنه إيماننا في الكتاب المقدس والدستور الذي وضعه من خلال الكتاب المقدس، وإيماننا أيضا إنه بقيامة الرب يسوع وموته على الصليب من أجلنا، من أجل كل الخطاة العالم، وأولهم إحنا طبعا، إحنا اللي بامتياز اللي أخذنا إنه قبلنا الرب يسوع على حياتنا، وقبلنا الرب يسوع أن نعمل بالصورة الصحيحة ونقبل الرسوحة ونكون علاقة شخصية مع رب المجد، رب يسوع له كل القدر والسلطان. أنا همين أترك الترحيب لزوجتي وشريكة حياتي وشريكة الخدمة وكمسؤولة النساء في الكنيسة وعضوة أساسية هي في عمود من أعمدة الكنيسة. أنا أشكر الرب من أجل زوجتي إنه طبق هو أنه أما أنا وأهل بيتي فنعبد الرب. أشكر الرب. آمين آمين آمين. أنا أول الحلقة عرفت عن نفسي. صوتك شوي بعيد أخت لقاء. صوتي بعيد؟ أنا هسه شوي أحسن. أحسن. أنا عرفت عن نفسي مرة بالحلقة الأولى. مقصد أنا عرفت عن نفسي بالحلقة الأولى. لا تحركي، ما حركتك. يلا أوكي تمام. أحسن. أوكي أحسن. أنا عرفت عن نفسي بالحلقة الأولى، أنا لقاء بشير من العراق، زوجة القسيس عماد، وإحنا إن الشرف والأمانة أن نخدم الرب بالأمانة. أن نخدم الرب، فإن الشرف الرب اللي دعانا هذه الدعوة المقدسة المرضية أمامه، وإحنا ممنونين من الرب على حياتنا، على بيوتنا، على عوائلنا، على أولادنا، على الكنيسة. كان الرب دائما على أولاده وعلى خائفيه. نشكر الرب. راح نكمل الحلقة
والأسئلة بطينا إياها آملت. ونشكر الرب على دعوتكم إلنا للمرة الثانية، ونشكر الرب على كل شيء، على هذا العمل الصالح. ويا رب إن شاء الله الناس يستفادون من الخبرة، ويستفادون من الدعوة، ويستفادون من الكنيسة، ويستفادون من الكلام، ويستفادون من اللي شلون الرب غيرنا، شلون الرب غيرنا، وشلون الرب دعانا دعوة مقدسة مرضية أمامه. أشكرك كثير كثير أنت والكادر الموجود أكيد خلف الكواليس، كثير كثير كوادر إذا كان بكندا وإذا كان بهولندا. أشكرك أختي كثير آملت على هذه الدعوة إلا للمرة الثانية. أشكرك المايك إليك وللقسيس. آمين. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. في النهاية، في البداية وفي النهاية كمان نشكر الرب. نعم. نشكر الرب لنداؤه لنا، نشكر الرب لخلاصه، نشكر الرب ليسوح للحياة اللي لقيناه من خلاله. كمان نشكر الرب من خلال هذه الحياة نادانا، سواء كان من خلال هذه الحلقة، سواء نعم. كان في الكنيسة نادانا نشغل أعماله، نادانا نعم. نادانا نقول للعالم عن حبه، نقول للعالم عن خلاصه. آمين. نشكره ونتشرف كمان بهذا الدعوة. مم. وندعي دائما الرب يساعدنا بنعمته، يساعدنا بكلمته. آمين. يساعدنا. آمين. بروح القدوس. آمين. يوجهنا للحقيقة، يوجهنا للقلب اللي محتاج لكلمته. من خلال هذا الدعوة نقدر نحصل على قلوب كتار من الأشخاص اللي لسه مو عارفين يسوع المسيح، لسه ما لقوا طريق الخلاص، لسه ما عرفوا جمال النعمة اللي بنلاقي من خلال يسوع المسيح. نشكر الرب. ببدأ من أول سؤال طبعا. نعم، أول سؤال لي طبعاً للأخ للقس عماد وللأخت لقاء، كيف ممكن أي أحد يخدم الرب؟ نعم. وماذا يحتاج عشان يخدم الرب؟ نعم. طبعاً أنا اللي أبدي بهذا الموضوع، إنه هذا الموضوع كلش مهم. كل الناس الذي دعاهم الرب يسوع للخدمة، والخدمة هي مدعوة للكل. حسب ما جاء بإنجيل متى أصحاح 28 والعدد 18 و19 و20 الأعداد الأخيرة التي قال، ممكن أنا أطلعها شوية أقراها، أنه الكتاب المقدس واضح وكلام الله واضح، وإنجيل متى أنه آخر أعداد الذي أتكلم بها الرب يسوع، وآخر كلمات وآخر إعدادات الثلاثة ختم بها بشارة متى بالدعوة لكل بني بشر. الدعوة هي تجي لكلها. فقال في 18، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. طبعا هذا الموضوع كلش مهم لكل البني البشر، إنه هذا الإصحاح إنه يتبع إنه مأمورية العظمى، يتبع إرسالية، والله الرب يسوع أرسل التلاميذ، والتلاميذ إنه أرسلوا أجيال أجيال، ولحد الآن للكنيسة هي قائمة لهذا الوعد الذي أعطاه الرب لنا. فقالوا اذهبوا إلى العالم، إنه مو مخصص أشياء ولا مخصص أشخاص معينين، لأن هذا الأمر هو أمر دستوري لكل مؤمني الرب يسوع. لكن هنا أنا أتمسك بهذا الكلمة، إنه دفع إلي كل سلطان، يعني الرب يسوع هو له كل السلطان والقدرة على كل شيء، فالسلطان الذي هو بيده يعطيه لأولاده أن يستخدمون السلطان. فنحن كأولاد الله، كأولاد الله الذي يقول في إنجيل يوحنا أصحاح الأول والعدد 12 يقول، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، أي المؤمنين باسمه. يعني كثير من الناس إنه يقولون الآية ما يكملون الآية، لكن أي المؤمنين باسمه، ما دام أنت جعلت اسمك كمؤمن وجعلت اسمك كابن
ابن الآب وابن يسوع أنه لك السلطان أن تتحكم بهذه الأمور. وكيف تخدم؟ أنه تخدم في الأمانة، في مبادئ أساسية أنه في خدمة، أنه تكون أمين في خدمة الرب لأن الله أمين، تكون عادل في خدمة الرب لأن الله عادل. أنت تكون شبيه لابن الملك الملوك، وأنت كأمير أنه لازم تمثل أنه الرب يسوع في عمله، مثل ما عمل الرب يسوع في أمانة أنت لازم تعمل في أمانة، مثل ما عمل الرب يسوع في التبشير أنت لازم تعمل في التبشير، مثل ما عمل الرب يسوع استخدم سلطانه بالشفاء لكل المرضى أنت هم تقدر تستخدم سلطانك. هذا الأمر لكل من يخدم، هاي الخدمة أنه ضروري. لكن أكو سؤال يبين نفسه في نفسه ويسأل نفسه في نفسه أنه هل الله أنا يدعوني كالخدمة دعوة الله مباشرة إلي أو أما أدعي نفسي؟ وهذا الغلط، هذا اللي المفهوم أمام العالم أنه أكو ناس تدعي نفسها لكن نشوف بعدين بالأخير أنه في فشل. ليش؟ لأن ماكو دعوة إلهية تأتي من الله لهذا البشر. فالدعوة هي دعوة الله، لا أنا أقدر أدعوك. أنت كمقدمة البرنامج، مقدمة قناة، أنت الله دعاكي لهذه القناة أنه تعملين في مشيئة الله، فأنت ما تعملين من ذاتك، أن تعملين في هذا القناة من ذاتك، أنت تعملين في هذا القناة وتتحكمين في أمور هذا القناة إلا ما يكون دعوة لك. نحن أيضا إحنا كخدام كأولاد الله، مو بس هاي، إحنا ممثلين الرب يسوع على الأرض، وهذا أهم. أنا الذي أتكلم أمور الله لازم أكون بصورة الله، بصورة التقوى. يقول في تيماثاوس، يقول وكونوا كصورة التقوى مشابهين لابنه، مشابهين لابنه. وأنا مو بس هم، والرسول بولس يقول ونحن كسفراء، والخادم يكون لازم يكون سفير في خدمته أن يكمل مسيرته. أنا يتفقد الأيتامى، يتفقد الأرامل، يتفقد الناس المحتاجين، يصلي مع الناس المحتاجين. هو مو بس اللي قس يعني صار اسم قس انتهت، لا، القس عنده مسؤولية أنه يتحمل. أنا أتذكر أنه في وقت بدايتي أنا أخدم الرب بأمانة، وقفوني الخدام قالوا لي أنه راح تقف مرتين أمام الرب يسوع، مرة تتحاسب أنت كشخص على عملك، أنت عماد، أنت شخص عماد، ومرة أنت راح تقف مرة ثانية يحاسبك الرب يسوع أنت كراعي، كمسؤول كنيسة، كيف رعيت كنيستك، كيف رعيت رعيتك، كيف رعيت مو رعيتي، رعيت الرب يسوع، كيف رعيت هذه الخدمة، كيف رعيت هذا. فأنا ظليت أحسب حساب أنه كل خطوة الذي أنا أتقدمها في خدمة الكنيسة أنا أحسب حساب أنه أنا راح أقف أمام الرب وأكون مدان على هذا العمل الذي أنا أعمله. هذا أنا توصينه، وأوي عندي وصية همين لكل خادم يسمعني، لكل خادم أن يكون بالأمانة، بالأمانة في الأمانة. أمانة مو بس أمانة كماليا، ولا أمانة كإداريا، ولا ما أمانة في كل أمور، في كلمة أمانة. ينتي استحقاق لكلمة الرب، وأن ما يجامل الناس على حساب كلمة المقدس. أمين؟ نعم، أمان، 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 أمان. نعم، أنا إذا نقاهم من عندها شغلة، هي الخادم مو بس كخادم رجل، لكن المرأة هم المرأة. وأنا بهذه المناسبة أمام كل هذا العالم الذي راح يشاهدونا على قنوات قناتكم في كندا، وقناتكم في راح تتوزع إلى قناة عربية، نشكر الرب أنه أنا أريد أهنئ كل نساء العالم، لأن بكرة 21 عيد الأم العربية، أنا هنئهم من كل قلبي
إنه الرب يحفظهم، إن الرب يشندهم، الرب يعينهم، الرب يعطيهم نعمة وبركة. إنه هاي امرأة مدرسة، امرأة مدرسة لأجيال، مدرسة لأجيال. إحنا أمهاتنا تعبوا علينا، أنا واحد من الناس تعبت عليه أمهاتنا، فأنا أهني كل أمهات الوطن العربي إن كانوا في أي مكان، إن كانوا في أربين. وتحية من عندي ونيابة عن الكنيسة وعن أعضاء الكنيسة وعن خدام الكنيسة الرائعين وخادمات الكنيسة الرائعين. أنا أقدم تهنئة خاصة مباشرة على هذا القناة وقناتكم الجميلة، وكل عام وانتم بألف خير. أنت بألف خير قصي عماد، نشكرك وبارك الرب فيك كمان. شكرا شكرا شكرا، بارك الرب فيك. نحن انا من اول لقاء بتعلم كثير منك ومن اخت لقاء. مثل ما قلت اول شيء، طبعا الاخت لقاء حتكمل لنا جوابها، بس مثل ما قلت اول بدايه السؤال، انا وبيتي بنخدم الرب. انا شخصيا بتعلم كثير منكم، لانه الزواج هو اساس، بس الزواج كمان هو اساس الكنيسه. الكنيسة بتنبع من الزواج. يسوع المسيح بيمثل بالكنيسة كالزوجة أو العروسة اللي بيرجع بياخدها. فبتعلم كثير منكم، بارك الرب فيكم، بارك الرب في زواجكم، في بيتكم، في كل شيء. شكرا. أنا أحب أن أضيف على دعوة نشوف جهاز ولا يعني. فأنا أخت لقاء لو شوية بس تقرب من الميكروفون عشان هسه أحسن. نشكر الرب، أنا وزوج القسيس عماد بنخدم الرب، نخدم الرب بأمانة. هاي أنا عندي أهم شيء بالخدمة، الخادم والخادمة والبيت يكون أمين. فأنا أشكر الرب، أنا أدعم زوجي القساوسة مو سهلة، أدعمه بروحيا، أدعمه بالصلاة، أدعمه دائما من يتكلم، هو من يتكلم أنا أصلي. أكو بعض المرات في أمور بالبيت أنا أقوم بها رغم ما هي مو يعني صعبة علي، بس أنا أقوم بها وأكمل العمل بالبيت في سبيل أن يكون زوجي حتى يعني مثلا عنده دراسة أو دا يدرس أو دا يتعلم، حتى أنا أدعمه. ونشكر الرب إحنا بيتنا مليء إيمان، نشكر الرب، عين الرب علينا. فهذه الدعوة اللي دعانا بها الرب نشكره عليها. وأنا دائما أقول يا رب أما أنا وبيتي فنعبد الرب، نتمنى إحنا يكونون ونتمنى كل العالم زوج وزوجة أن يبنون بيت مسيحي حقيقي، مو مسيحي اسمي، بيت مسيحي حقيقي قائم على كلمة الرب. كلمة الرب هي الأساس. كلمة الرب شو تقول؟ لم يبني رب البيت فباطل يبنيه البناء. أمين. من الريد من الشيء نحطه بيد الرب، قل له يا رب حكمتك على هذا الموضوع. فحكم الزواج أتمنى لك زواج مبارك أختنا آمنة، والرب يبعث لك إنسان مؤمن وخادم للرب ومن الكنيسة، لأن حتى تكملون العمل الإلهي، تكملون العمل الإلهي مع الرب، تكملون العمل الإلهي الكنسي، تكملون العمل الإلهي لخدمة الرب. كثير حلو اليوم نتعلم بأن مرأة ورجل بالإيمان بالكنيسة، أي أنا أعتبرها أما أنا وبيتي أنا أعملها. أمين. طبعا. أمين. أمين. نعم. أمين. نشكر الرب. يقول صوت واضح.
هذيك المرة أحسن كان الصوت شوي واطي بس أحسن أحسن زين. صوت الأخ القسيمات جدا واضح بس صوت الأخت لقى شوي صوت واطي. أوكي الشلة هاي خلينا نحكي بهاي أنت مرة أنا مرة شو الأحسن. نعم فنكمل سؤالنا. بكمل سؤالي. نرجع لكنيسة أودن، الكنيسة اللي الأخ القس عماد والأخت لقى بتخدموا فيه. هل في نمو في الكنيسة في العدد الكنيسة؟ وكيف ممكن نحصل على نمو؟ كيف ممكن يحصل الكنيسة على نمو الأعداد أو يكبر عدد الكنيسة؟ أخيمات. نعم. هذا أهم موضوع كلش مهم، إنه الكنيسة لم يكن فيها الروح القدس ما يكون فيها نمو. آمين. يعني الكنيسة لم يكن فيها الروح القدس ما يكون فيها نمو. أرجع أعيد مرة ثانية، لأنه الدعوة إذا تيجي من الله راح يكون الروح القدس. آمين. هي السؤال مرتبط في الدعوة نفس العملية. إنه دعوة الرب إذا تجي على الكنيسة وعلى الخدمة، والكنيسة اللي قائمة على مبادئ الروح القدس أن تعمل فيها بالصورة الصحيحة، إنه قائمة هي فيها النمو. والنمو إنه الكنيسة كيف تفحصين النمو؟ في كنائس فيها الروح القدس، أنا ما أقصد يعني كل الكنائس، إنه في كنائس فيها الروح القدس، لكن في كنائس إنه فيها خادم معين يخدم فحده، ما في أعضاء. الأعضاء إنه يجون مجرد إنه فس يعملون كشغلات هيك في الكنيسة، يساعدون ويذهبون يروحون للكنيسة ويطلعون من الكنيسة ويجون كعادة كل أحد يخدمون وممارسين، هم ممارستهم كل أحد رايحين ويجون، لكن ما في نمو. ليش؟ لأن ما في الكنيسة ما متواصلة مع بعضها البعض. نعم. والرسول بولس والرب يسوع أيضا، الرب يسوع هو أكثر شيء مؤكد أنه نحتمل بعضنا البعض، أنه نشارك بعضنا البعض. أنه كان الرب يسوع من كان يتحدث ما كان يتحدث بالمفرد ولا كان يتحدث بشخص، كان يتحدث بأشخاص معينين، لكن أكثر شيء كان يتحدث مع الجميع. نعم. الجميع إذا ما يكون مع بعضنا البعض، إحنا ما راح نقدر نوصل إلى نمو الكنيسة وارتفاع الكنيسة إلى مستوى روحي أكثر. فإحنا أنا ككنيستي ما أريد أنه نمدح في عملنا، لكن عمل نشكر الرب إنه عمل الروح القدس الذي فينا هو ده يقيم هذه الكنيسة. إنه في أعضاء أخليهم يشاركون في كل مجالات، أخليهم يعملون في كل أعمال. مرات هم من ذاتهم بيعملون هالشي. ليش؟ لأن صار عندهم بداخلهم مسكن قوي من الروح القدس أن يعملوا هذا العمل. نعم نعم. وأنا عندي أعضاء، يعني أنا متأكد إنه لو أنا أبتعد من الكنيسة شهر زمان، أو روح مثل أسافر، أو يكون عندي فترة زمان، أو يكون عندي هذه الكنيسة قائمة في نفس المستوى وفي أرفع أعلى مستوى. إنه ليه؟ لأن الكنيسة بها مواهب، واختبار المواهب بها اختبار المواهب. مثل عندنا خوات مباركات يقومون بأعمال الخدمة من وعظ ومن صلاة ومن ممارسات الخدمة كلها، بتعليم بكل شيء. وعندنا خدام رائعين هم من نفس العملية إنه بيقوم. فالكنيسة لو تنبني على أسس وأعمدة، لأن عمود واحد هو القسيس، إذا يكون واحدة عمود واحد واحدة ما رح يقدر أنه يبني الكنيسة، وأنه النمونة مالتها هو محتمل يضعف. نعم. محتمل يضعف أكثر. وياما ياما ياما كنائس راحت تفلست وانهدمت وانسدت وانغلقت كنائس بسبب هو هذا الشيء، هذا أنه دعوة أساس إنه من الرب، وبعد الدعوة إنه مشاركة المؤمنين مع بعضهم بعض. أنا أكو في مثل في الكتاب المقدس من يقوله، وفي مثل في
في تلمذتنا أن نعطيها التلمذة للناس اللي يدخلون في الإيمان الجدد. لو أنا عندي فعندي منقل من الفحم بريد أعمل مشاوي، تعرفين شو مشاوي؟ بجيب فحم وأعمل مشاوي. واليوم إحنا دائما الويك أنت الناس بيعملون مشاوي، فشوفين هذا الوضع إنهم يعني في هولندا إحنا جونا اليوم طيب كان. اقترب الربيع. أيه اقترب الربيع. هذه الأيام أهمين إنه في جمر وأنت عاملة المشاوي، في جمر كتير، جمر ما يقارب طولي فد 50 جمرة. وشعلتهم مع بعضهم البعض. لو أنت شيلين جمرة واحدة من هذول الجمرات وتخليها على جنب، هاي الجمرة راح تنطفي بسهولة. نعم تنطفي بسهولة. وهاي الجمرات الباقية 49 جمرة راح يشعلون، يكون مشتعلين في النار أكثر. فإحنا همين إيماننا هكذا همين في الكنيسة، إنه لو انفرد الخادم وحده الناس. لو كان لكل بعضنا البعض، لو كلنا بعضنا البعض ونحتمل بعضنا البعض. لأن الرسول بولس يقول في رسائل الرسول بولس كلها ما يقارب أكثر من 55 مرة يقول وبعضكم البعض. أمان. ونحن بعضنا البعض نكمل جسد المسيح. أمان. فأنا كيف أنا أستخدم جسد المسيح وحدي وما أشارك إخواني في جسد هذا المسيح؟ نعم. آمين. نعم. ما بعرف أنا بدي يعني عندنا شوية ترنيمة. خذ راحتك أخي. أنا بدي أرنم. إحنا متفقين إنه في نص الحلقة طبعاً. نرنم ترنيمة أنا وزوجتي. طبعا نرنمها. انا كنت ناوي اسال هذا السؤال بعد ما تخلص جوابك. فانا اريد ارنم. ففي ترنيمه بيقول علمني يا رب انتظرك يا رب. انا كثير عندي علاقه مع الرب يسوع، عندي علاقه شخصيه قويه بشكل. انا بعشقه يسوع، لكن بعد وكل يوم اقول له يا رب علمني أكثر. خلونا نتحد أحبائي المشاهدين. أمان. نسمع تنيمة علمني أنتظرك يا رب. تفضلوا قس عماد وأخت لقاء، كل من تابعونا شكرا لاتباعكم لنا، شكرا لوقتكم، شكرا للوقت اللي بتعطونا. أتمنى من خلال هذه الحلقة بنورك السليم.
افتح لي يا قلبي، افتح لي يا قلبي لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي. آمين آمين. بارك الرب فيكم، بارك الرب في خدمتكم. نشكر الرب. نعم. نعم آمنة، عندك سؤال؟ نعم عندي سؤال. نشكر الرب. حضور الروح القدوس واضحة، وبشكر الرب على هذا الشيء. آمين آمين آمين. طبعا السؤال الثاني هو كيف نشأت كنيسة أودن؟ قس عماد أخت لقاء. نعم. جاء الكنيسة كيف نشأت؟ خلي هوني واحد. نعم. نعم. أدخل كيف نشأت كنيسة أودن؟ نعم. كيف نشأت كنيسة أودن؟ نعم. طبعًا هو أنت الأسئلة يعني مو صعبة، لكن أسئلة إنه مهمة. نعم. مهمة إنه ناس تفكر إنه كل الناس، أكو في ناس كثير يفكرون إنه إحنا ننشأ كنائس. أو إحنا نعمل كنائس. لكن أنا أريد قبل ما أقول كيف نشأت الكنيسة، إنه نعم. الكنيسة الذي ما بها كارس هذه مو كنيسة. كرازة. نعم. كنيسة الذي ما يكون فيها كرازة وكارس إنه يأسس كنيسة ويجيب الناس إلى الكنيسة ويعرف الناس ويكون عنده علاقات مع الناس، علاقة إنه علاقة محبة، علاقة متواصلة، ويثقون بإيه ويروا، مو بس هاي، يروا إنه المسيح في هذا الشخص. نعم. أنا كنت هون في هولندا، إنه نشكر الرب إنه الرب استخدمني إنه للكرازة، وأنا نعم. كنت كارز وكنت مبشر وأروح، وعندي شعبية مع أهلي وإخواني، اللي خاصة يعني أنا بالصورة العامة إنه العراقيين، والصورة العامة هم من إخواني السوريين والمصريين، كلهم إنه إحنا أخوة في المسيح. نعم. لكن أنا كنت أروح زيارات، كنت كثير زيارات أروح للناس وألتقي مع ناس وأجمع الناس وأدعيهم للخدمة وأتكلم عن الرب يسوع وأصلي مع الناس، وصارت عندنا كثير معجزات وكثير شفاءات. نعم. من أجل هذا الموضوع. لكن بعدين الرب يسوع أنه أنا خدمت همين مع كثير كنائس، لكن اختلافي كان أنه مبدئي في الصورة، أريد أمشي في الصورة الصحيحة، أريد أعبد الرب أنه على طريقة الرب مو على طريقتي، أنه أمشي في مشيئة الرب. فماكو اختلاف، اللي يختلف أنه ماكو إنسان ما يختلف مع إنسان ثاني، لكن خاصة في الكنيسة في أمور الله في اختلاف. لازم أنا كيف أنا إنه أميز الناس، الإنسان الخادم اللي من الرب والخادم من غير الرب، اللي يدعي نفسه واللي الله ينطينه دعوة. أهم شيء الناس، إني أنا هاي رسالة أريد أوصلها لكل الناس، إنه يميزون الخادم، من هذا الخادم ومن هذا الخادم ومن هذا الخادم من هذا. أنا ما أقدر أحكم على الخادم ولا أقدر أتكلم على الخادم إذا ما أشوف في عيني، لكن أنا ما أجامل أي واحد، إن كان أخويا أو كان أبويا أو كان واحد أقرب الناس إلي،
يخطأ في حق الرب أو يخطأ في الكنيسة، أقف أمامه أمام كل العالم وأوبخه وأتكلم معه في كل احترامه كتابيا. لو هذاك الوقت ما طاع الكلمة أو ما طاع على شيء، في قانون وفي مسائل قانونية أن تحكم علينا، لأن إحنا همين عندنا مثل ما في قانون مدني، إحنا يوجد لنا قانون سماوي وإلهي. أمين أكيد. فالكنيسة إنه دعوتها دعوة وإنه تقام على نمو الروح القدس. أمين. نعم. أمين أمين أمين. شكرا. ما اعرف اللقاء اذا تحب تفضل. لا هو وفى يعني وفى وكفى، بس انا احب ان اقول عندنا في كثير شغلات صارت في زمن الكورونا ممكن نحكي عليها، يعني واحنا في زمن الكورونا واحنا في المخدع. ها تسمعيني اختنا امنه؟ اي اي واضح واضح واضح. فالكنيسه في زمن الكورونا يعني واجهت الكنيسه في زمن الكورونا عده تحديات، تحديات عدم فتح الكنيسة، تحدي الخوف. تحدي أول تحدي اللي صار على الكنيسة هو تحدي الخوف، هذا أكبر تحدي وقعت بينه الكنيسة. خوف الناس، خوف الناس من الاختلاط. هذا التحدي صار قبل كشة صار على الكنيسة، فمن خلال الخوف. لكن الرب إله المنفذ. نعم أمين. عنده إذا البشر يسد الأبواب، والبشر هو دائما يسد الأبواب، لكن الرب يفتح وليس من يغلق. أمين. الرب يفتح الأبواب. الرب خلى في وقت 10 سنوات الأخيرة إنترنت، أونلاين، موبايل، كمبيوترات. فالرب كان بيشتغل، الرب عالم بكل خطة يعمل البشر، لأن يعني هو اللي صنعنا. والرب هي صدقيني آمنة، الرب هي الموبايلات، الرب هي الانترنتات، الرب هي كل شيء، لأن يعرف راح يجي يوم البشر حيعمل هذا العمل الغير قانوني. نعم نعم. فقلم يعني أنتم راح تعملون هذا، لكن ما حد ما يقدر على عمل الرب. صدقيني ما حد يقدر على عمل الرب. لكن احنا ببيتنا تحدينا الخوف، وتحدينا الامور كلها، وتحدينا انسداد الكنيسه، وتحدينا قاعدين بالبيت واحنا عم نوعظ ونكرز ونبشر واحنا بالبيت. هاليوم مثل ما قال القسيس عماد بالبدايه، عندنا المأمورية العظمى، اذهبوا إلى العالم أجمع. واحد يخابر شي يقول من كورونا إحنا ما يصير نذهب، أكو تليفون. هاليوم الرب خلانا التليفون بدينا، هذا الجهاز أقدر أنا أحكي مع الكل بالكرة الأرضية بهذا اللي هو ما يساوي 10 سنتيم، هذا يمكن أقدر أحكي مع كل الكرة الأرضية بهذا الشيء. وأقدر أنا اليوم أبشر، أصلي. صلينا ويا ناس وإحنا في زمن الكورونا، صلينا وحررنا ناس، صح؟ أمان. صارت عندنا في زمن الكورونا ناس انصابوا بالكورونا، لكن وإحنا في بيت الرب نشكر الرب. الكل شفته بالصلاة. نشكر الرب على الشفاء، نشكر الرب. شوفي احنا قاعدين بالبيت واحنا نقدر نبشر، واليوم الكنيسة تتحدى الخوف باسم الرب يسوع المسيح. اذا كان الله معنا فمن علينا؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام وباء ام كورونا، لا شيء يقف امام الرب. امين 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 امين. نعم. فإذا كان الرب معنا، أمين. إذا كان أمين. الرب معنا فمن علينا؟ أمين. من علينا؟ أمين. أتمنى يكون الوقت أطول، لأن الكلام يخلص الوقت. واحد يعيش ويتذكر أشياء، يتذكر أشياء إنه طبعاً.
ما أعرف أنا يمكن إذا كان أنت عندك تيري يمكن عندك سؤال على الكورونا إنه وضع كورونا. نعم معك. نعم سؤالي كان هو عن الكورونا. طبعا ليش الكورونا؟ عشان هذه أزمة في كل العالم، الكل بيمشي صح. بمر فيها صح. أكيد الكنيسة كمان تأثرت في أثناء الكورونا صح. فلما صح. نتحدث عن الكورونا، لما نكرر نتحدث عن الكورونا ليش؟ لأنه هي حالة نحن عايشين فيها ما نقدر ننكرها صح. حالة أثرت على كتار من الأشخاص، حياة الكتار من الأشخاص تأثرت نعم. بهاي الأزمة نعم. الكنيسة طبعا أكيد، فكل كنيسة تخطط عم تتقطم حالة الكورونا نعم. بطريقتها الخاصة نعم. فسؤالي هو لكنيسة أودن أو لرعاء كنيسة أودن حبيبي نعم، كيف بتتخطى كنيسة أودن مرحلة الكورونا؟ مو بس أونلاين، كمان برات الأونلاين نعم. شخصياً إيش الخدمات اللي بتسووا؟ ممكن يساعد رعاء بيسمعونا، ممكن يساعد نعم. ممكن يساعد أعضاء كنائس بيسمعونا. كيف بتتخطوا حالة الكورونا برات الأونلاين؟ إيش النشاطات اللي الراعي ممكن يساوي؟ إيش النشاطات اللي عم تسووا عشان تساعدوا أعضاءكم أثناء الكورونا، أثناء نعم. الوضع الصعب اللي العالم يمر فيه؟ أمين. طبعا هذا السؤال إنه همين مشوق أكثر نعم. لكن الناس يمكن راح يستغربون من كلامي. أسئلتك كتير مشوقة أخي نعم. لكن 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 إخواني 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 دي يشاهدونا إخوان المؤمنين وكل العالم إنه دي يشاهدونا إنه راح يستغربون من كلامي. أنا حبيت كورونا. يمكن 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 يقولون شو هذا القصيد مجنون؟ لا أنا بالنسبة لي يعني لأن أنا اختبرت بقوة الرب إنه كانت يد الرب معانا ولحد الآن معانا. اختبرت الرب إنه بقوة. عندما نقول إن كان الله معنا فمن علينا؟ آمين. إن كانت كورونا اللي علي الله معي. نعم. إن كانت كورونا اللي علي الله معي. نعم. لكن كورونا التي أنا يستغربون الناس يقولون ليش حبيت كورونا؟ إنه كورونا جتني أنا في وقت كنت في مرحلة صعبة. في بداية خدمة وأنا كمسؤول كنيسة وكراعي كنيسة. وكنت متقدم إلى خطوة إنه دا أدرس إلى القساوسة وما كان عندي مجال إنه أدرس. كانت عندي خدماتي كثيرة وكنت أخدم يعني، ومجالي للدراسة كان ضيق. نعم. يعني لو كان عندي باليوم واحد بالأسبوع يوم واحد مفرغه للدراسة كانت همين هذا إنه اليوم همين كنت ماخذ من عنده أكثر من 3/4 باقي ربع. فأنا كنت يعني كثير مشغول، كنت بالخدمات، كنت أعمل في خدمات إدارية كثير، كانت مسؤولية كثير، يعني كان عندي ضغوطات كثير فما كنت هاي. لكن كورونا جتي أعطتني دراسة كاملة وتعمق كامل، تعمق كامل. إنه الرب يسوع من قال للتلاميذ بحيرة طبرية، من قال لهم ادخلوا إلى العمق عشان يدخلون العمق. الرب يسوع كأنه في كورونا يقول لي يا عماد يا ابني إنه أنت اليوم تدخل في العمق. آمين. في هذه الفترة لازم تدخل في العمق. فأنا سمعت الصوت الرب والدعوة التي جتني من رب إنه أدخل للعمق. هذه الدعوة كانت هي إلي إنه اختبار قوي إنه أكمل دراستي، وأنا كملت القساوسة وأخذت الشهادة بامتياز، نشكر الرب. وانه مو بس هذه، اكملت هسه ولحد الان دا اكمل انه دراستي في اللاهوت، ونشكر الرب باقي لي كورسات قليله انه انتهي من دراسه اللاهوت. وتعمقت ايضا في الكلمه، تعمقت ايضا في عبر الكلمه، دخلت في عمق. كنت اصعد، انا عندي مكتبي فوق في الزولدر، أصعد فوق في الزولدر لقاء بتعمل لي الفنجان القهوة وبصعد ليارن فوق، وأنا بنزل من الساعة 9
الصبح الى الساعه بالعشرة بالليل انا فوق فتره بس فتره الاكل فتره ربي باركها انه كانت مساعده المخلصه آمين. السنه دي هي هي, هي هي هم كانت سبب بركه في هذا الشيء دعمتني يعني كانت تبحث معي لان اللاهوت مو سهل دراسه اللاهوت مو سهله انه انا في عندي صور سحبت لي اياها لقاء انه فاتح ثلاث اربع كمبيوترات لابتوبات مع تابلتات مع الكمبيوتر الرئيسي مع كتب مقدسه ابحث عن هذا وابحث عن هاي الايه وابحث عن هذا القول وابحث نشكر الرب انه دا اكمل انه لحد ما نكمل لكن درس كورونا انه مو بس هاي تعدينا الصعوبات واخذت زوجتي لقاء واخذت اعضاء الكنيسه المباركين واخذت الناس المؤمنين بالكنيسه المباركين همين رحنا زياره للمستشفى في اودن نعم نعم كانت فيها كانت فتره كورونا نعم. منتشره خاصه في منطقه الكنيسه في منطقه اودن نعم. أخذنا ورحنا فتحنا سماعات فتحنا سماعات سيارات وقمنا نرنم وقمنا نصلي والناس من شبابيك المرضى من شبابيك المستشفى ترنم وتصيح هللويا طبعا هذاك اليوم انه فعلا اصبح صارت معجزة انه هدت ونحن أتمنى أنه نتحد مرة ثانية ونقوم إلى زيارات المستشفيات وزيارات ومو بس هاي نصلي للجيش الأبيض والجيش الأبيض هم الأطباء والممرضين في هذا العمل هذا مو بس هاي ونصلي لأجل حماية هذه الدولة حماية هولندا أنه أنا الذي أنا أقول إحنا جايين من بلاد عربية يعني مضطهدين ماديا مضطهدين نفسيا عقليا حروبات وكثير صعوبات ولقينا من الأكل والشرب ومهما كانت طاقتنا أنه عندنا القدرة لكن جينا ضعفاء جينا هاي لكن احتمتنا أوروبا هولندا وباقي الدول الأوروبية والعالم في كندا وأمريكا استقبلونا واستقبلوا هذا واحنا كنا صار لنا وطن ثاني بالارض مو بالسماء احنا عندنا السماء عندنا وطننا هو الاساسي هو سماء لكن صار عندنا وطن همين هولندا همين نصلي لاجل هولندا فهذه هي زمن كورونا التي احنا واسس زمن كورونا الذي ما وقفنا زمن كورونا الذي دن في البيوت سادين الكنائس لكن عندنا في البيوت خدمة عندنا الأسبوع الأول الأحد الأول والأحد الثالث هي خدمة رسمية نسوي خدمة بالبيت ونسوي مرات إذا فتحت الكنيسة نسوي بالكنيسة وعندنا أسبوعين الثاني والرابع إنه عندنا دراسة كتاب المقدس مع خدمات النساء مع زيارات العوائد مع نتفقد الآية وأكو مع الناس الذي يحتاجون أن نروح نصلي لهم الناس المرضى الناس لكن أسهل الظروف هاي الصعبة إنه منعوا إنه شخص واحد لازم أنا أروح وحدي واللي قامت معي صار أصعب نعم لكن إحنا نرجع ونقول مثل ما قال الرسول بولس ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا عندنا آمين ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا الذي هو أحبنا هو راح يعطينا القوة هو في أعمال الرسل واحد والعدد الثمانية يقول وعندما تنالون الروح القدس الذي يسكن فيكم ويقويكم ويرشدكم ويعلمكم هو هذا الذي إحنا متسندين إنه الروح القدس هو فينا يعني فينا وهو الذي يقودنا في موكب كل نصرة كل حين آمين 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 بارك الله فيكم نعم لأن في فترة الكورونا في أي أزمة في العالم العالم الأشخاص بيدوروا على حل بيدوروا على رد بيدوروا على مخلص والمخلص هذا معانا نحن إيه آمين آمين هللويا هللويا نشكر الرب لهذا الشيء الرب وعندنا الحل ليش ما ننشره مع العالم فكرة آمين فكرة
في حالة كورونا جدا مهمة جدا مهمة. نعم. عشان العالم كانت بدور على رد، ممكن ما يكون عندنا رد المرض نفسه بس. نعم. عندنا رد الإخلاص اللي هو ليسوع المسيح. آمين. فمن خلال التبرير بنوصل الخلاص، بنوصل الرد، بنوصل الأمل اللي. نعم. معانا اللي فادنا. نعم. ونحن أكيدين حيفيد العالم كمان. نشكر. آمين. الرب. نشكر الرب. نشكر الرب. أمين. فبنكمل أسئلتنا. نعم. مشاهدينا إخواننا كلكم من تتابعونا من خلال ناير شو، بشكركم، بارك الرب فيكم. بنكمل كمان عن أخ عماد، ذكرته في ردك من قبل بس بعيد بكرر السؤال لأنه سؤال مهم لازم أسأله كمان، لازم أقدر أسأله مشان مشاهدينا الكرام طبعا، اللي هو على أي أسس تقوم. كنيسة أودن. نعم نعم نعم. عماد أطلقة. نعم. أنه أن الأسس هي الدعوة. نعم. والدعوة فيها الشركة. نعم. نعم. وعلى الشركة إنه شركة المؤمنين إنه توجد أربعة أشياء. نعم. هي أساسها موجودة في الكنيسة. نعم. هو الصلاة. نعم. بعدين هي دراسة كتاب المقدس. نعم. ثلاثة إنه الطاعة. الطاعة أساسية. وأربعة شركة المؤمنين. آمين آمين آمين. نعم. هذا مبدأ أساسي في التعليم للتلمذة الذي تقوم فيه الكنيسة. وهذا إحنا مبدأ خليناه في مبادئ الكنيسة، إنه صلاة كنيسة إذا ما تكون مصلية ما راح يكون رد فعل قوي في الكنيسة، لأن إبليس هو يرعبه هو صلاة، يرتعب والخوف الذي يقع فيه إبليس هو صلاة، لأن قوة الصلاة اللي راح توصلك أنت والصلاة هو محادثة مع الله، لأن أنت عندما تصلين أنت دا تتحدثين مع الله. نعم. فنحن أمين. الكنيسة إذا ما تكون فيها مصلين ما يكون فيها صلاة ما راح نقدر إحنا. نعم. نبدي أسس قوية في 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 عمق وندخل في عمق الروح الذي نعيش فيه. ممكن نقرأ. نعم. أخذنا أمس. ممكن نقرأ. في أعمال الرسل اثنين والعدد 42. نعم. طيب. راح نقرأ من أعمال الرسل 2، تسمعوني؟ طبعاً طبعاً. نعم. واضح. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل، الكنيسة لازم بيها تعليم، بيها شركة مؤمنين والشركة، الكنيسة بيها كسر الخبز والصلوات، مثل ما قال القسيس عماد، إحنا هسه بدينا صار لنا أسبوعين. وإحنا قاعدين في الصلاة على الأونلاين، قلنا لازم إحنا نصلي كل يوم لنخلي عائلة نرفعها أمام الرب، عائلة بالكامل. فهذا من أنا أصلي لأجل عائلة وأرفعها أمام الرب، تطلع صلوات من الجميع ونرفعها كلتنا العائلة أمام الرب. فإحنا مستمرين نصلي يومي لأجل عائلة معانا بالجروب أو الغير الجروب أو الناس محتاجة صلوات. يقول. نعم. وكانوا كل يوم أختنا آمنة، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل. اليوم إذا الكنيسة تنسيت فأكو هيكل الرب هو البيت وأنا الهيكل. أمان. اليوم أنا. نعم. هيكل الرب. أكيد. الرب يريد من عندي بنفس واحدة مع أخوتي المؤمنين وهم يكسرون الخبز في البيوت. نعم. في زمن الكورونا أصبحت بيوتنا هي الكنيسة. نعم. أصبحت البيت هو المخبأ مالتنا والكنيسة مالتنا اللي إحنا نجلس بيها ونصلي. فكان. نعم. فكانت الكورونا في الكنيسة في زمن الكورونا كثير مثل ما قلنا واجهت مخاوف من الناس. قبل كل شيء الناس قالوا ما نروح للكنيسة. فشوفي إبليس سوى، خلى الناس قبل كل شيء يقولون
ما نروح للكنيسة، يعني أسواق مو مشكلة، يتمشون بالشارع ما مشكلة، لكن كنيسة ما نروح للكنيسة. لكن الرب ما يغفل عن هذا الشيء، ها؟ سوى بيوتنا كنيسة، فتح بيوتنا كنيسة، فنشكر على هذا العمل الصالح اللي الدعوة. وأتمنى من الناس أن يجعلون بيوت الكنائس. نكمل إنه شوف إنه الأربع أشياء الأساسية التي أنت سألتيها هذا السؤال، إنه لازم تكون موجودة في الكنيسة، هن مثل يكون أنت ما تقدرين تبنين فد عمارة أو مبنى أو بيت إذا ما يكون أساس قوي. نعم. الأساس إذا ما تبنينه قوي راح يجي مثل ما قال الرب يسوع، إنه راح يجي الريح ويأخذوا هذا البيت أو يأخذ هذا العمارة ويأخذها. لكن لو كان إنه مبني على أسس وعلى صخرة، إنه على صخرة كلمة الرب يسوع له كل المسؤولية، الكنيسة تبني، وهذا يكون دوره. فالصلاة الذي راح تكون هي الصلاة هي تكون محادثة بين الله والإنسان. نعم. الإنسان والله، إنه أنا أتحدث مع الله، لكن أنا بعد من أجي أتحدث مع الله يراد لي شنو؟ يراد لي دراسة. نعم. يراد لي دراسة. أنا ما أقدر أكمل أنا مسيرتي مع الله إذا ما يكون عندي دراسة. فالدراسة شنو؟ نعم. راح يكون الله يعطيني الكلمة. نعم. عشان يستقبل. نعم. فبيناتنا يكون إنه دراسة الكتاب، علاقة الكتاب المقدس، إنه يكون أنا كيف أنا أعرف عن شخصية الرب يسوع إذا ما أقرأ عنه؟ كيف أعرف؟ نعم. أنا سمن أتعرف عليك يا أختي أمد، أم مثل على قناتكم تعرفنا على بعضنا البعض، إحنا درسنا بعضنا البعض عشان إحنا نتواصل مع بعضنا البعض. أنا لو ما أدرسك وما أعرف عنك خبر عنك، أنا ما أقدر أتعامل معك. فإحنا معاملتنا مع الرب همين نفس الشيء. لو ما كان أكو متواصل فينا والكتاب المقدس اللي يوصلنا بعلاقتنا مع الله حتى نعرف ما قصد الله في حياتنا، ما قصد يسوع في الكلمة، ما قصد يسوع في الأمور الروحية، بقصد ما الرب يسوع ليش أتى إلينا وليش راح يودينا للسماء، ليش راح نقول لماذا وكثير أسئلة تدور. أنا لو ما أتواصل في الكتاب المقدس معي. الدور الثالث إنه الطاعة. لو ما يكون طاعة من الرب المجد أول بداية، وطاعة للكنيسة والتزام الكنيسة وقوانين الكنيسة والتزام المؤمنين مع بعضهم بعض وطاعتهم مع بعضهم بعض واحترامهم مع بعضهم بعض، ما راح نقدر احنا نعمل شيء. لأن يعني الرسول بطرس يقول يجب أن يطاع الله أكثر من كل الناس. آمين آمين. نعم آمين. يعني الرب من وضع التلاميذ ووضع دستور ووضع قوانين وضعها للتلاميذ، التلاميذ أعطوها وتمشي وجيل وجيل. واليوم أنا أعطيها لغيري وغيري وغيري، وأنا أخذها أنا مثل ما أنا أخذتها من الخدام ومن الناس ومن أهالينا ومن من أمهاتنا وأبهاتنا وإخواننا، أعطيها لغيري. وهذا جيلنا، إحنا جيلنا يراد بينه طاعة، لأن الطاعة في جيلنا هذا صعبة. هذا جيل الكمبيوتر، التكنولوجيا ما بها طاعة، التكنولوجيا بها لعبات وما لعبات ولا، لكن الطاعة تيجي من الأم والأب. لازم أنا وأنا أنا 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 رسالة أريد بعدين أوضح رسالة إنه بالأخير لهذا الشيء، إنه نتمسك بطاعة الرب يسوع لأولادنا. وهذه كل ضروري. بعدين تجي شركة المؤمنين. الشركة المؤمنين إذا لا أنا ما أشترك مع أخوي ومع أختي في قلب واحد، يعني كانوا التلاميذ عندما كانوا في أعمال الرسل، وهي كنيسة أودن أساسا طبق ويقولون عليها أعمال الرسل، لأن إحنا نعمل أعمال الرسل. إنه كنيسة أودن، إن كنيسة أودن مثل ما كانوا التلاميذ في يجتمعون في نفس واحدة وفي قلب واحد وبروح واحدة، وكان كل شيء مشترك لهم. آمين آمين. ونحن هو نشكر الرب إنه كل الأعضاء في نفس واحد، وإنه كل أعضاء الكنيسة إن كانت امرأة وإن كان رجل وإن كان مؤمن أو مؤمنة، كل يتنا واحد. إحنا ما كنا عندنا فرق، واحدنا. امبارح كان عندنا
درس الكتاب المقدس هو الإصحاح الأخير في إنجيل متى، إحنا درسناه إنه الرب يسوع إنه بعد ما قام من الأموات وجود المريمات، مريم المجدلية ومريم الثانية، يجوا ينتظرون الحراس ويشوفون الحراس عشان يأخذونهم فرصة أن يخترقوا القبر ويشوفون الرب يسوع. والرب يسوع أول 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 ما قام وأول ظهور للمريمات ما ظهر للتلاميذ ولا ظهر للخدام، لكن ظهر للنساء للمرأة. وأنا أهل يوم حي المرأة إن إلها إلها دور أساسي في الإيمان، في الإيمان وفي القيادة. وهذا السبب أنا أقول إنه المرأة إنها دور إلها. كانت مبارح يعني كانت عاد تحكي أخت مباركة عندنا عضو أساسية في الكنيسة، أخت أزهار، إنه كانت تتكلم على هذا الموضوع. قلت واو كثير حلو، صح هذا شيء مشجع للمرأة هذا. وانا من هذا الباب انه اقول تحية لكل تحية لكل مرأة اللي الرب يسوع يستخدمكم، ربي يقويكم، ربي ينهضكم نهضة روحية عميقة في من مجد الى مجد في اسم يسوع. امين باسم يسوع. امين امين. اكو بعد وقت امنت ولا خلص الوقت؟ لو حابة تقولي حابة أنا أوصل رسالة أضيف على النساء شوية، إنه رسالة أخيرة إنه أوصلها رسالة لكل مشاهدين وكل محبي وكل محبي العالم بدون أي استثناء، إنه هذا الجيل جيل صعب والوقت وقت صعب والظروف الظروف صعبة والأمور ده تتعلق وده تتعمق أكثر في أمور صعبة تتعقد أكثر أكثر يوم عن يوم. وهذا لحد يجي يقول إنه الله ده يجرب هالشعب. الله ما يجرب الإنسان. الله عمره ما يجرب الإنسان. الله خلق الإنسان على محبته. الله خلق الإنسان اللي كان كل شيء في التكوين إصحاح الأول يقول كل شيء كان يصنعه الرب يسوع والرب الله كان يصنعه يقول حسنا. فالله ما يخلق شيء حسنا ويجي يقول لك انت هذا مو لك زين. اكيد الله انطاك المفهوميه، الله انطاك العقل، الله انطاك التمييز، انه مثل ما الرب قال له قال لادم وحواء قال لهم لا تاكلوا من هذه الشجره، انه خيرهم. الله أعطانا خيار كل المطلق الحرية. نعم. الله أنا أقول إلهنا ديمقراطي. آمين. إلهنا ديمقراطي، ديمقراطي في معنى الكلمة. ديمقراطي إنه أنا أتذكر كنت يوم الأحد عندكم زيارة في الكنيسة، إنه حسيت روح القدس في كنيسة. حسيت روح القدس إنه في كنيسة. أنا من طلعت من عندكم يوم الأحد من كنت يومكم ضيف. طلعت من عندكم يوم الأحد قلت لها اللقاء قلت لها الكنيسة هذه فعلا فيها روح القدس. عزينة أنا صدقيني امتلأت كامل رغم إحنا بدنا نفهم رغم إنه اللغة ما افتهمت تكون بعقلون والترجمة كانت القدس مترجم والترجمة كانت يعني لغتنا واحدة. آمين. إنه الترجمة كانت ضعيفة، لكن أنا حسيت بالروح القدس فيكم روح، فيكم روح. ربي يبارككم. أنا أتمنى إنه كل الكنائس يعيشون مشاقين بالروح القدس. آمين. إنه الكنيسة ضروري، وهذا الجيل لازم نعلمهم إنه روح القدس وينه؟ وينه من ناحية هذا الجيل؟ وينه من ناحية الأمهات، الأبهات؟ أكو ناس ما يعرفون شنو الروح القدس. نعم. يسوع اللي ما يعرفون عنه هو الروح القدس. الله الذي ما يعرفون عنه هو الروح القدس. نعم. إحنا نؤمن إنه ثلاثة تقالين في واحد. أمين. وهذا إنه لازم نعرف إنه قوة الروح القدس الذي تعمل في البشر هو هذا. أمين. فأنا أتمنى إنه كل الناس إنه يصحى، وأنا أقول لكل نائم اصحى من بكانك. أمين. قم هاليوم من بكانك
واعلم اعلم انه الرب يسوع اليوم في اي لحظه يقف امامك مثل ما وقف على المريمات وقال لهم ها ماذا تريدون. اكيد. وهاليوم يجي هاليوم الرب واقف يقف على 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 باب قلبك ويقول لك انت وينك يا حبيبي، انت وينك يا حبيبي. نعم امين. انه امتيازنا، انه امتيازنا انه نقول الهنا ديمقراطي. كيف اقول انا الهي ديمقراطي؟ انه كلتنا راح نقف. الرب يسوع ما راح يسألنا انت من اي بلد، ولا انت من اي طائفه، ولا انت من اي مذهب، ولا انت انجيلي، ولا انت ارثوذكسي، ولا انت كاثوليكي، ولا انت اي طائفه ترتمي، ولا انت معمداني، ولا انت انت وينك من قلبي، انت وينك من ناحيتي انا. أمان. هذا الرب يسوع، هذا إلهنا. أنا أصلي في اسم يسوع أنه بركة خاصة لنساء أمان. العالم كله. أمان. الوطن العربي وكل أمهات العالم، وبركة أمان. خاصة لكنيسة أودن وكل كنائس العالم أمان. كله. كنيسة الرب. بركة أمان. خاصة لكنيستكم. بركة خاصة أمان. للقناة القناتكم. بركة خاصة أمان. لكم أنفسكم. وأنا أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. ورب يبارك حياتكم يستخدمكم لمجد اسمه. امين ان شاء الله. امين 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 يا رب. امين امين. اخت اللقاء كنت حابه تضيفي على انا كنت حابه اضيف في الخدمات بالكنيسه. عندنا خدمه الكنيسه تقوم مثل ما قال قسيس عماد، الاسبوع الاول والثالث خدمه، وعندنا أسبوع درس كتاب، وعندنا أسبوع الأخ كان عندنا خدمة حواء. إحنا نقول خدمة آدم وحواء سوا. القس عماد يأخذ آدم وأنا آخذ حواء. بعدين نجمعهم بعض. بعدين نجيب آدم وحواء سوا. أعطي للحواء. أعطي الحوالي اللي إحنا كن أخذنا على المرأة مرأة مرأة مرأة. فالدروس اللي أنطيها المرأة وكل نساء العالم اليوم تسمعني، المرأة في العهد القديم مو مثل المرأة بالعهد النعمة بعهد الرب يسوع المسيح. المرأة بالعهد القديم كانت المجتمع ينظر لها غير نظرة، لكن من جرب يسوع أصبحت المرأة مساوية للرجل بكل الحقوق، مساوية للرجل. عطاء المرأة في العهد الجديد هي الأم، هي الأم الفاضلة، هي المساعدة، لأن الرب أول ما خلقها هي معين نظيره. ما قال لها أنت تسلطين على رجل، ولا قال لها أنت تكونين محل الرجل، لا، قال له أنا راح أخلقك يا مرأة معين نظيره. فالرب بالعهد القديم ما فهموا هذا الكلام وكيف الرب خلق المرأة. فالرب جاء من العهد القديم وطى من المرأة، لكن بالعهد الجديد والنعمة والبركات الإلهية الرب رفع من المرأة، الرب رفع من الأم، خلاها خادمة بالكنيسة. أنا أقول دائما الأم والمرأة هي ديناميكية البيت. الله كان خلى ممكن المرأة تقدر تخابر وتشتغل، المرأة تقدر تعمل عملين ثلاثة أربعة في آن واحد. فالرب رفعها وخلاها حتى تخدم بالكنيسة. الأم فاضلة، خادمة، معينة لزوجها، معين نظير لبيتها. وأتمنى من اليوم لكل الأمهات العالم وآمنة همينة ولكل أمهات بالكنيسة عندكم بالكنيسة أو الغير، أقول نساء فاضلات يعني ثمينات عند الرب، والرب شايل العمل اللي تعمله المرأة أمان. كثير أمين. أمين. طبعا أمين أمين. نعم أمين. طبعا نشكر الرب لكل مرأة. أمين. المرأة هي المخلصة، المساعدة، المخلصة الوفية. أمين. التي الرب خلقها عشان تساعد، عشان تخلق، عشان تدعم. صح.
المرأة هي نص المجتمع وبتربي نص المجتمع الثاني. بالضبط. فأين استثمار بنستثمر في المرأة بنستثمر في المجتمع كمان. صح. وغير كذا كمان المرأة أول مبشرة لليسوع المسيح. فأول كلمات إنجيل اليسوع المسيح طلعوا من المرأة. من المرأة. فبنشوف قديش المرأة الرب اختار المرأة. دورها مهم. دورها كبير. هي عمود الأسرة. هي كل شيء المرأة طبعاً. طبعاً طبعاً. أختي أمد أقطع كلامك بخير. إنه في بعض الناس إنه مرات في 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 مزح يمزحون. يقولون انت يا قسيس انت شو انت عم تعمل انه تنطي للمرأة المرأة انه المرأة راح تقوم علينا اليوم. بالعكس انه المرأة لا احنا في المزح كل شيء، لكن هي المرأة هي مثال اعلى للمجتمع، مثال اعلى للمجتمع، مثال لأمنا العذراء الذي ربت الرب يسوع، مثال اعلى للسيدات العالم تكون يتقون كصورة مريم العذراء القديسة. إنه المرأة اللي تكون امرأة فاضلة، يقول في أمثال يقول من يجدها امرأة ما فاضلة، تفيق كل العقل، تفيق كل الوالد. فإنه هذه المرأة إنه لازم تكون في مقام عالي. إنه لا ننسى إحنا همين عندنا أمهات، إحنا كخدام عندنا أمهات وعندنا خوات وعندنا زوجات يصبحون أمها. طبعاً. فالمرأة الأم هي مدرسة كاملة. إنه في أول شيء مدرسة كاملة في التربية والتعليم. ولا ننسى همين تيماثاوس كانت أمه تيماثاوس علمته أن يصبح خادم. هذا من نوع من الكتب المقدسة، مو كتاب واحد، كتب مقدسة. أم شمائل في العهد القديم، في امرأة والكتاب المقدس يتحدث لنا من التكوين من حواء إلى هذا الجيل. إنه المرأة عندها أساس، إنه الأم عندها أساس. فأنا أحيي كل أحيي مرة ثانية، وإحنا إيش قد ما نعبر عن قلبنا وداخلنا على المرأة هو قليل. اليوم زوجي عماد جاب لي ورد أحمر بمناسبة المرأة. بارك الرب فيك. بارك الرب فيك عماد. أتمنى الأخوة الباقية كمان يأخذوا مثالك. آمين آمين آمين. أنا أتمنى الجميع إن شاء الله في اسم يسوع. آمين آمين. إن شاء الله. بسم الله يسوع. استمتعنا كثير. أنا كمان استمتعت. طبعا هذا مو آخر حلقة. لا. حنخدم الرب سواء بنعمة الرب، بالنعمة اللي بيعطينا الرب بمشيئته. طبعا حنخدم الرب. الحلقة كانت جدا جدا مليئة بروح القدس. ليش؟ لأن بداية الحلقة دعينا صلينا الأخ عماد الصلاة. قلنا في طلبنا الروح القدس، طلبنا يرشدنا في كل الحق اللي هو بيساوي. أمين. انه هذا هو الروح القدس وقادنا. تحدثنا عن مواضيع كثيره، تحدثنا عن الكنيسه، تحدثنا عن التبشير، تحدثنا عن حوادث الكورونا كيف اثرت فينا. نعم. تحدثنا عن المراه، تحدثنا عن مواضيع كثيره. في كل هذول المواضيع كمان اكيد بنمجد ونكبر باليسوع المسيح. امين. ان هو بدايه موضوعنا ونهايه موضوعنا وخلاصنا اكيد. امين 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 امين. فاخواني واخواتي بشكركم كثير. قس عماد اخت لقاء بشكركم اكيد مو نهايه الحلقه، نحن حنخدم أمين. وأنا أكيدة وبدعي وبتأكد بنعمة الرب نقدر نوصل لقلوب أشخاص كتار. أمين. نوصل ليسوع المسيح، نعرفهم على يسوع المسيح، نزرع فيهم حب يسوع المسيح، كلمة الخلاص من خلال الحلقة، عشان هذا هو هدفنا الوحيد. طبعا نشكر كنيسة أودن، نشكر أعضاء كنيسة أودن، نشكر نبارك بالكنيسة، نبارك تكون كنيسة
تجذب الكتار ليسوع المسيح، تجذب قلوب الكتار للخلاص، تجذب الكتار للحياة الأبدية مع يسوع المسيح. أمين أمين أمين. بشكركم، ببارك في خدمتكم، والرب طبعا خدمتنا عنده بداية ما عنده نهاية، نهايتنا بيوصل لما يرجع يسوع المسيح بمجده مع ملائكته، نشوفه ويشوفنا ونشوف وجه حبيبنا. أمين أمين أمين. بارككم. أختنا عملت ممكن للكنيسة، هم مدعوين للكنيسة أودن، خلي نرتب في اليوم كلياتكم تجون على كنيسة أودن وبسوي خدمة. أمين. سواء أنت رح تكون المترجمة. أمين. أنت رح تكون المترجمة من العالم الأريتيري. أمين. 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 ليش؟ عشان مثل ما قلت لما زرتنا في الكنيسة أخ عماد، ذكرت كلمة الرب للرؤيا، حيكون في من كل العالم، من كل الجنسيات، كل قبيلة وأمة ولسان. نعم نعم. مقزم الواحد هو يسوع المسيح. أمين. وفي النهاية في حياتنا الأبدية مع يسوع المسيح حيكون عندنا لغة واحدة. أمين. حيكون عندنا أب واحد، بيت واحد أبدي. صح. أمين. قلبنا واحد، أشكالنا. أمين. مختلفة، ولكن اللي جواتنا هو واحد. واحد. أمين. نعم. أمين. أمين. نشكرك. نشكرك. وحنشتغل سوا. أمين. هنعمل باسم يسوع. باسم يسوع المسيح. شكرا للكل. شكرا للكل. بارككم. بارك مساكم وبارك يومكم. ما بعرف من أي مكان بتتابعونا من العالم. بارك الأحد، بكرة الأحد، بارك خدماتكم، بارك كنايسكم، واللي لسه ما عرفتوا يسوع المسيح بدعوكم تعرفوا على حبيبنا يسوع المسيح، اقبلوه كمخلصكم الواحد. مو صعب لما تكونوا لوحدكم، لما تكونوا قاعدين لوحدكم، فكروا بالخلاص، فكروا بالحياة، فكروا بالحياة الأبدية. أمين. واسألوا يسوع المسيح يقودكم لي، يقودكم لكلامه، يقودكم لحياته. اسألوا يرشدكم وهو حيرشدكم. طبعا القلب اللي بينادي هو قريب له. أمين. أمين. فبدعيكم إخواني وأخواتي، وبشكركم لمتابعتكم. طبعا أخذنا وقت كثير، بس بنشكر الرب لأنه كان وقت فايت. لما يكون الوقت فايت بيكون سوينا هدفنا. أمين. أكيد. بارك الرب فيكم، بارك الرب في الكل. أنا في هذه اللحظة هخلص الحلقة. بشكركم كلكم لمتابعتكم لكل شيء، باسم المسيح. آمين. آمين آمين حبيبي. باسم كنيسة أودن. باي باي. مع السلامة. باي. مع السلامة. مع السلامة.